بهذا الفيديو اليوم بالذات بدي اكشف عن شغلات انا بحكيهم مع حالي مشان احقق كل شيء انا بدي اياه. اذا مالك جاهز لهذا الفيديو ما في اي مشكله، اطلع وارجع لما انت بتكون جاهز، لانه المعلومات اللي جوا هذا الفيديو وهدول النصائح اللي انا بدي احكيهم ما حكيتهم ابدا. اذا ما عندك وقت روح وارجع بعدين، اذا عندك وقت جيب فنجان قهوه او كذا وعود اسمع هذا الفيديو. السؤال هذا لازم تساله لحالك طول الوقت، وهذا الشيء انا بساوي. شو انت عم بتساوي هلا؟ شوف، في كثير عالم بتقول لك انه انا بدي اساوي هذا الشيء بالمستقبل، وانا بدي اساوي هذا الموضوع، بدي اساوي هذا الشيء، بس بالوقت الحالي ما عم بساوي شيء. وفي كثير عالم بتقول لك قبل كنت عم بساوي هذا الموضوع وقبل كنت وحش وكذا، بس انت هلا ايش عم بتساوي؟ ما بالوقت الحالي ايش انت عم بتساوي؟ هل انت عم بتخطط؟ هل انت عم بتكتب اهداف جديده؟ هل انت عم بتشتغل؟ هل انت عم تشتغل كل يوم؟ ايش عم بتساوي انت بالوقت اللي رب العالمين اعطاك اياه واليوم؟ ايش انت عم بتساوي هلا؟ هذا السؤال الصراحه بخليني انا اكون انسان مالي طبيعي. لحتى اكون معكم صريح، في ايام بصور 6 فيديوهات بيوم واحد، وفي ايام بخلص هدول الشغل كلياته وبصور وبحكي كمان، كون انا عندي اجتماعات بدخل باجتماعات وبحكي وبخلص اجتماعاتي وبطلع برا، عندي كمان اجتماعات برا، عندي شغل مثل الكذب بخلصه بيوم واحد. ليش؟ لانه انا بسال حالي هذا السؤال، انا ايش عم بساوي هلا؟ والجواب لهذا الموضوع دوما بيكون لا اما عم بساوي شيء مو اوكي، لا اما عم بساوي شيء اوكي. بس لما بكون عم بساوي شيء منيح مثل انه عم بشتغل او كذا، ما طول الوقت بسال حالي هذا السؤال، لانه انا بعرف شو عم بساوي هلا. بس لما بكون ضايع مثلا على السوشيال ميديا او عم بساوي شيء تاني، فانا لازم اسال حالي ايش انا عم بساوي. اصحى واستخدم الوقت اللي رب العالمين اعطاك اياه. بعد عن 99% من الناس، لا تحكي مثلهم، لا تمشي مثلهم، لا تلبس مثلهم. هذا الموضوع انا بحكيه مع حالي دوما، لانه كل ما بمشي مع اي شخص او بدخل بعلاقه او بحكي مع اي شخص من 99% من العالم يلي بلومه كتير، يلي بكون عندهم مشاكل كتير، يلي طول الوقت بيحكوا عن المشاكل، يلي بكونوا ما معهم مصاري ابدا وما بحاولوا يعملوا ولا اي شيء عن هذا الموضوع، انا تلقائيا بسحب حالي وبروح وببعد عن العالم يلي هن 99%. يعني رح اكون معكم صريح، وصلنا لمرحله كل شيء متاح وفيك تشتغل يلي بدك وفيك تطالع مصاري يلي انت بدك، بس في كتير عالم ما بدهم هذا الموضوع. في كتير عالم بدهم يضلوا فائدين طول عمرهم، فهي من مشكلتي انا، هي مشكلته له، فهو خلي يكون رفقات فقيرين مثله ويحكي معهم، انا ما خرج اكون معه. فهذا الموضوع اللي عم بحكي معك، لو انت هلا فقير، لما انت عم تشوف هذا الفيديو فانت بدك معرفه، فانت عم تحاول بايديك وبإجريك لحتى تطلع للنيكست ليفل، وهذا الشيء بيعني انه انت عن جد بدك تتطور، وهذا الفيديو انت دخل له مشان تتطور. فاذا انت فقير ما في اي مشكله، بس انتبه، بعد من 99% من العالم يلي بلوموا العالم طول الوقت، يلي بيحكوا على العالم طول الوقت، بيحكوا على العالم الغنيين معهم مصاري لانه هن النصابين او كذا، بعد عنهم ولا تستخدم الانرجي معهم، لانه فيك تستخدم الانرجي تبعتك بعالم كتير منيح ويطالعوك للنكست ليفل. النظره يلي انت بتشوف فيها الحياه هي رح تعطيك من نفس النوع، يعني اذا بتنظر لها انه اوه انا فقير وانا كذا، فرح يجيك الفقر. واذا العالم هدول حواليك طول الوقت عم بدعموك لحتى تصير فقير، فانت بتعرف وين رح تروح، رح تضل فقير. ما لازم اخاطر ولازم ادفع ثمن كل نجاح انا بدي اياه بالحياه. لازم تعرف من وقت ما انا كنت صغير، وقت ما كان عمري 15 سنه وطلعت من سوريا وخاطرت وطلعت لحالي من دون اب من دون ام من دون ولا اي شخص، قعدت مع 14 واحد بنفس البيت وكلياتهم اكبر مني، وهي تنعد مخاطره لانه طلعت على تركيا وما خرج ارجع على سوريا لانه هنيك كان في حرب، فاذا برجع بموت خالصه. عم تفهم علي؟ الشيء اللي بدي اوصل لك اياه، انت لازم تخاطر لحتى تجيب اي نجاح انت بدك اياه. لو ما انا خاطرت وطلعت من سوريا لمكان تاني واللي اسمه تركيا واشتغلت 15 ساعه كل يوم او 14 ساعه واشتغل اكسترا منشان اخذ مصاري اصمده مشان اطلع على اوروبا واكون من دون اكل عدد ايام كتير كبير، مثلا 4 ايام وخمس ايام من دون اكل، في عالم ما بتصدق هذا الموضوع. لو ما خاطرت هالمخاطره، وهي انه لا اما بموت لا اما بعيش، هذا الفكر لازم تفهمه، لا بموت لا بعيش، كل شيء مخاطره. لا تقلي انه انا ما بدي اسوي هذا الموضوع، انا بخاف على حالي، اذا مت ما بدي اموت كذا بلا بلا بلا، هذا عليك فاضي. انت ايش ما سويت هو مخاطر. اذا انت بتحمل حالك وطلعت على برا البيت فهي مخاطر، احتمال تجي سياره بتجي تكسحك، احتمال وانت ماشي بالشارع وهذا كمان خطر، وانت ماشي بالشارع تجي قذيف عليك تهلكك هلكان، احتمال وانت بالبيت تكون انت عم تساوي الكهرباء تمسكك الكهرباء وتجزك وتموت في ارضك. المخاطره بكل مكان، فلا تحط لي حجه اذا سافرت رح اموت، اذا غيرت المكان هذا بدي اموت، اذا غيرت هذا الشغل رح اموت. ما رح تموت، انت ما رح تموت، لانه وقتك ما له علاقه ابدا بالشيء اللي انت عم تساويه، رب العالمين كاتب لك ايمت انت تموت، فانت ما تخترع من عقلك، ما تخترع من عقلك، خاطر واشتغل. ما عم بقول لك تروح تزيد حالك من اخر طابق، ما عم بقول لك هذا الموضوع. شوف، في فرق كتير كبير بين الافعال اللي انت بتساويهم وبين الشغلات اللي انت عم تساويهم او الشغلات اللي انت بتفكر تساويهم. ما عم بقول لك زد حالك من اخر طابق، لا، فكر وروح خاطر، طلع على غير مكان، بدل شغلك، تعلم شيء جديد، بلش. اذا بدك تنجح فانت لازم تخاطر، واذا ما خاطرت مستحيل بحياتك كلها تنجح. فرق كتير منيح
بين مشاعرك انت كانسان وبين عقلك. في فرق كتير كبير. اذا بصير معك مشكله او اذا بتنقطع اجرتينك اليوم لا سمح الله، اوكي، اذا انقطعت اجرتينك التنتين اليوم ايش فيك تسوي؟ هل بدك تقعد تبكي ولا بدك تقعد تفكر بعقلك؟ هدول الاجرتين راحوا بس انا في عندي عقل. وهذا الموضوع عم بحكيه انا، ما بعرف، لغتي كتير صعب واحد يتقبله لشخص عايش مع الماما والبابا وقاعد حياته كلها مروق واهله عم بصرفوا عليه. اذا بتاخذ الشيء اللي انا عم بحكيه وتفكر عن جد انه قطعت ايديك واجريك ايش فيك انت تساوي؟ فاذا بتقلي انه انا راح اقعد ابكي وابشكي ولا، انت بتكون ولد صغير ما عندك عقل تفكر فيه، لانه في فرق كتير كبير بين المشاعر وبين العقل. اذا قطعوا اجريك وخليت المشاعر تستحلك فانت بتصير تكتئب تاخذ عمرك. بس اذا انت باليوم اللي بعده بكيت وكذا الى اخره، باليوم اللي بعده صحصحت قلت اوكي راحوا الاجرتين، ايش انا فيني اساوي؟ في عندي عقل، ايش فيني اساوي؟ بوم، تشتغل حالك. ولأكون مع صريح، هذا الشيء أنا بحكيه مع حالي دوما، وفي كتير عالم للأسف عندهم كل شيء إنهم بالدنيا بس ما بفكروا بهي الطريقة، والمشاعر عندهم محتلة جسمهم، محتلة كل شيء، محتلة عقلهم كمان. فبتلاقي عنده كل شيء بس ماله مبسوط، عنده كل شيء بس ما بحاول يساوي شيء جديد، عنده كل شيء، عنده إيدين وإجرين وعنده عقل وكذا بس هو لسه فقير. أنا ما مستغل الشيء رب العالمين عطاياه، عم تفهم علي؟ فمشاعرك هون وعقلك هون، اختار الشيء اللي انت بدك اياه وروح عليه. المشاعر رح تاخذك لمكان ما حدا بيعرف وينه، العقل بده ياخذك لمكان كتير قوي اذا انت بتفكر وبتساوي الشيء بعقلك مو بمشاعرك. حرر عقلك من المعتقدات القديمه يلي اهلك عطوك اياها. ولازم تعرف في كتير شغلات غلط هن اهلك عطوك اياها. لا تقول لي اهلي مستحيل يغلطوا وابوي انا كتير منيح بحب ينصحني وكذا، مو كل شيء صح. انا امي كانت تقول لي كل شيء واحد غني هو نصاب ونحن رح نضل فقيرين طول عمرنا. بس انا وقت اللي اطلعت واشتغلت عرفت انه امي غلطانه. الغنى هو بالعقل، واذا انت كنت فقير وعندك عقل فيك تصير غني، بس هي بنظره انه مستحيل نصير اغنياء، هذا بنظره لها. وهذا الشيء هي عطتني اياه الي وعطتني اياه لاخواتي. يعني انا ما عم بمزح معك، هذا المعتقدات اللي اهلك بيعطوك اياها لما انت كنت صغير هدول بضلوا معك للممات اذا انت ما تحررت منهم. في ايام امك بتقول لك مثلا اذا ما صار دكتور يعني مستحيل حدا يوصفك عنده، مستحيل انت تشتغل، مستحيل يكون عندك قيمه بالحياه. بس هذا شيء غلط. في كثير شغلات انت فيك تساويهم وتطلع للنكست ليفل ويصير معك مصاري مثل الكذب. ما ضروري ابدا تكون دكتور اذا انت ما بتحب، مو ضروري ابدا. وهذا المعتقد اللي عطوك اياه ما له لزمه ابدا، فكر فيه اوكي وامسحه وساوي الشيء اللي انت بدك اياه وتحرر من المعتقدات. لحكون معك صريح، وصلنا لهذا الفيديو بس حبيت احكي لك انه انا مالي شخص سبيشال، يعني انا مالي شخص كتير بعيد عنك، انا مثلك على الضبط. وانا يمكن كنت اقل منك، يعني اقل منك بكتير، ان كان ماديا وان كان عقليا وان كان اي شيء. انا كنت افقر مني، ما كان في ولا اي شخص افقر مني. بس انا قعدت مع حالي وفكرت انا شلون بقدر اساوي المستحيل لحتى اوصل لكل شيء انا بدي اياه. ليك انا عم بحكي لك الشيء اللي انا حكيته اليوم لانه بجوز يساعدك، ان شاء الله رح يساعدك، اوكي. ولا تفكرني انه انا وحش الوحوش، لا، انا مثلك وكنت ابشع منك بكتير، بكتير شغلات انا كنت عاملها بحياتي وماي اوكي. لكن انا عم بحكي لك تجربتي انا لحتى افرجيك انه انت فيك توصل لكل شيء بدك اياه اذا انت بدك. وبس اكتب تحت التعليقات عن اي مشكله انت بتواجه فيها صعوبات، وهي هون الانستغرام، هي هون اليوتيوب، روح تابعنا على هالقناه لانه هنيك في فيديوهات مايند سيت كثير قويه فيها كمان تفيدك اذا بتحب هيك نوع من الفيديوهات. والله بتمنى لك اليوم قوي جدا، فجر العالم ودير بالك، اتوقف، ليتس جو مان.